بعض الناس يا دكتور احمد بيقول لك الحقنه في العضل غير الحقنه في الوريد في موضوع فطار رمضان ولا تكمل بيها صيامك. احنا عندنا الحقن نوعين، حقن مغذيه وحقن علاجيه. الحقن العلاجيه سواء كانت انسولين او فيتامينات او مضاد حيوي، علاجيه بشكل عام في العضل او في الوريد لا تفطر، حتى لو في الوريد، في عضل او في وريد. طبعا الانسولين متاخد تحت الجلد. فالحقن العلاجيه بشكل عام لا تفطر عضل او وريد. الحقن المغذيه قالوا اذا قامت في مقام الطعام والشراب وزي اكل او زي حاجه دخلت الجسم قالوا تفطر الانسان. وبعض العلماء قالوا لا تقوم مقام الطعام ولا مقام الشراب فلا تفطر حتى لو حقن مغذيه. لكن باتفاق العلماء الحقنه التي تفطر الصائمه في نهار رمضان الحقنة الشرجية قولا واحدا. دي محسومة.